التذاكر اللي المفروض ممكن جماهير نادي الزمالك ترجعها في مباراه السوبر اللي موجودين في الامارات يعني، هل التذاكر دي، انا بس هكمل السؤال بعد اذنك، هل التذاكر دي ممكن اي حد يشتريها؟ ممكن جماهير نادي الاهلي تشتريها ولا لازم تكون مخصصه لبيراميدز؟ والله يعني الامر ده يعني في اتصالات مستمره النهارده ما بين الجانب الاماراتي وما بين السيد سيف الوزير اللي موجود هناك ممثلا للشركه الراعيه، ومع الاستاذ خالد الرندال نائب الرئيس، ومع الاستاذ جمال علام الرئيس، طول النهار في الموضوع ده. ايه اللي هيحصل؟ موافقه بيراميدز زي ما انت عارف اللي هي جت يعني بعد الساعه 3، وبالتالي هتعوزوا قد ايه؟ محتاجين قد ايه؟ الباقي ممكن يطرح للبيع، اي جماهير تاخده، بيتم الاتفاق عليها.